بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رقم 4 بتاريخ 23/3/2012 الصادر عن قيادة الجيش السوري الحر في محافظة حماة منطقة الغار، انطلاقا من الواقع الخطير الذي تتوجه وتؤول إليه الأمور في محافظة حماة عموما ومنطقة الغار خصوصا على كافة الأصعدة. كان هذا البيان حيث إن النظام المجرم يلعب على الورقة الطائفية مستغلا التنوع الطائفي والمذهبي الذي تمثل بأبشع صوره بقصف مناطق معينة بذاتها انطلاقا من مناطق معينة بذاتها أيضا. وكانت قلعة المضيق الأثرية أكبر وأكثر المناطق المتضررة من هذا القصف الذي طال البشر والشجر والحجر لمدة 14 يوما. ونحن في الجيش السوري الحر نحذر النظام المجرم من استمرار اللعب على هذه الورقة الساقطة، وانطلاقا من إيماننا بواجب الدفاع عن المدنيين الأبرياء فإننا ننذر كتائب الأسد والشبيحة المتواجدة في منطقة الغاب من التمادي في بطشها وقتلها، وستكون أهدافا لنا مشروعة في كل مكان هم ولأهلهم ومن يحميهم. الله أكبر والعزة لله. قيادة الجيش الحر في منطقة الغاب، النقيب المظلي رائد محمد فريجي، قائد كتيبة شهداء الغاب.